وإلى نشاطات مؤسسة القلب الكبير مرة أخرى، حيث قدمت مؤسسة القلب الكبير بمدينة أدري مساعدات تتمثل في مواد غذائية لسكان المدينة. الحبيب حامد محمد يوافينا بمزيد من التفاصيل. تزامنا مع نشاطات القافلة الطبية المصرية الأزهرية في مدينة أبشة، تباشر مؤسسة القلب الكبير أعمال خير أخرى، وهذه المرة من مدينة أدري حاضرة مقاطعة أسونغا. وهنالك ترأست بوادر مؤسسة القلب الكبير السيدة شمس الهدى بكر كدادي ممثلية القلب الكبير في مدينة أبشة، ترافقها السيدة مريم كوشي مسؤولة التقييم والإنجازات في المؤسسة، وعدد كبير من المسؤولين المحليين في مدينة أدري. 90 شوال سكر و90 شوال رز و90 شوال غلة و90 جركان زيت حملتها القافلة للمحتاجين في مدينة أدري، والتي تبعد عن مدينة أبشة بحوالي 174 كيلومترا. المناسبة تخللتها عدة كلمات، منها محافظ أدري وعمدة بلدية أدري، واللذان قدما شكرهما العميق إلى مؤسسة القلب الكبير ورئيستها هند ديبي إتنو على هذه اللفتة الكريمة. ممثلة مؤسسة القلب الكبير في إقليم والدي السيدة شمس الهدى بكر كدادي رئيسة الوفد قدمت رسالة رئيسة المؤسسة هند ديبي إتنو، رسالة تحمل الحنان والبسمة للمحتاجين في مدينة أدري، وهم اليتامى والأرامل والمكفوفين والمعاقين ومرضى السيدة. البريمير دام قالت نجيبوا للناس اللي بيستيقوا خدوا أفا أذكرتم لهم الأميانين، الناس المكرسحين، الأوين الأرامل، والناس المرضانين المصابين بالأيدز. دول ينقسم على 6 كانتون. تكللت القافلة ابتسامات عريضة من ذوي الاحتياجات البسيطة، وعبر مؤسسة القلب الكبير التي حطت رحالها صباح اليوم في مدينة أدري، الشكر والتقدير لصاحبة القلب الكبير هند ديبي إتنو. شكرناك كثير يا سيدة الأولى هند ديبي إتنو، وشكرنا رئيس الجمهورية، وشكرنا الأول وفد جانا كله، شكرناه بالكثير. ونينا يعني تو ما ندور يعني ندور تساعدنا زيادة من ده. جزئيا خيرا وكفيا شرا بالتنمية الذي دعمت أمرها وأرسلت علينا الأمر الذي أرادته. هذا وتواصل مؤسسة القلب الكبير رحلتها الخيرية حتى تعم المدن الكبرى والمختلفة لإقليم والدي. ومن ناحية أخرى، وتضامنا مع القافلة الطبية ومؤسسة القلب الكبير، قدمت صباح اليوم قيادة القوات المشتركة التشادية السودانية في مدينة أبشة كميات من الأدوية إلى مؤسسة القلب الكبير. المناسبة حضرها عدد من القيادات العسكرية الكبرى بقيادة القوات المشتركة تشاد والسودان، ومندوب الصحة العامة بإقليم والداي، وعدد من الأطباء بالمستشفى الإقليمي لمدينة أبشة. وعلى حسب مندوب الصحة العامة في إقليم والداي، أكد بأن هذه الأدوية جاءت في وقتها المحدد وستدخل مباشرة في الصيدلية من أجل معالجة المرضى في إقليم والداي.